السلام عليكم، لا تنسون تعملوا المتابعة وكسبلور وتابعوني للاج بالعشاء باليوتيوب. اليوم بتكلم لكم عن أكبر مضاد للالتهابات في جميع الجسم، للمفاصل، للألام، فهو مرة مفيد، اللي هو الكركمين. الكركمين يستخرج من الكركم، مضاد للالتهابات، التهابات المفاصل والغضاريف، يعالج الزهايمر، يعالج التهاب القولون العصبي، يطهر الجلد من الحبوب، يخفف السكر في الدم، يخلص الجسم من السموم، مفيد للأمراض المناعية زي الصدفية والبهاق والزهايمر، يؤثر على الحصوات اللي في المرارة، يعالج الكبد الدهني، يعادل الكركمين الميتوفيرومين لعلاج السكر. وهو الكركمين يفيد جميع الأمراض المناعية تماما. فلا تنسوني من دعائكم، جزاكم الله خير.